إذا أخذ الناس مضاجعهم فليأتي محمد فراشة حيث يراه من يريد به مكرا أو غائلا، فإذا نام الناس أخرجوه إلى مكان آخر، فذلك آمن له. نفعل يا أبا طالب، نفعل. وانظروا في أقوات القوم واجمعوها ثم اقسموا منها لكل منهم على قدر حاجته وحاجة أهله، وقدموا الضعفة ومن كان له صبية، فإنا لا نعلم كم يطول هذا الأمر، وهل يصلنا بعض أصحابنا أو أصحاب محمد بشيء من القوت. فقد وضعت قريش رصداً قوياً على مداخل الشعب ومخارجه،